السلام عليكم، الله يسعد مساءكم ويسعد صباحكم ويسعد أوقاتكم في كل الأوقات. أنا اسمي أيمن الحكيم، بالحقيقة أسست محطة جديدة إن شاء الله بدي أشتغل عليها، اللي هي مواضيع حياتية اجتماعية بالعامية. بفضل إنه تكون مواضيعنا كلها عامية، بدي أشرح فيها عن أمور كتير في الحياة بتخصنا كمجتمعات شرقية عايشين في بلد عربي، عاداتنا تقاليدنا قصصنا الحياتية اليومية. ما في مواضيع عندي نهائيا خارجة عن المواضيع الحياتية، يعني لا راح أحكي لا بالسياسة ولا بأديان، ولا راح أحكي في تنظيمات، ولا راح أحكي في أحزاب نهائيا. مواضيعي كلها حياتية فقط، مواضيع راح يدخل فيها المزح الضحك، راح يدخل فيها الطبيخ. طبعا انا في بدايه تاسيس الشانل تبعي نزلت مقطعين طبيخ، بس نزلتهم على طريقه التيك توك، يعني مقاطع سريعه سريعه سريعه. في المرات القادمه ان شاء الله راح احاول انزلها بالطريقه الاعتياديه تبعت اليوتيوب. اكيد انا بدي اطلب منكم انه بالتعليقات اللي بتحطوها اي موضوع حابين تحكوا فيه اعطوني اي اقتراحات من عندكم، انا ان شاء الله بنفذها. بحاول اني احكي فيها هالمواضيع اللي انا بقدر عليها، المواضيع اللي ما بقدر عليها بحاول اعمل لها تحضير وانزلها. طبعا ما راح يكون تنزيلي للفيديوهات اللي بصورها يوميا، لانه انا مش متفرغ فقط لليوتيوب او انه للسوشيال ميديا، لا عندي اعمالي الاخرى، لكن هي بس اوقات فراغ. وبنفس الوقت وجدت انه عندي مجموعة معلومات كتيرة، وجدت انه الطريقة اللي بدي اشرح فيها والقي فيها بتريحني، لانه الانسان دائما اللي بيكون موجود في صدره وفي عقله إذا فرغه بيكتسب طاقة إيجابية من الحياة، بيحس حاله إنه ريح شال شيء عن كتافه عن ظهره، مواضيع معينة خواطر معينة إجت في راسي حابب أحكيها، بدل ما أحكيها مع نفسي أو أجي أقعد أحكيها مع الآخرين، لا بحكيها للببليك بشكل عام للجميع. بتمنى إنه إن شاء الله تكون مواضيعي تكون بسيطة وسهلة. بتمنى من الجميع يحط تعليقاته إذا في أي موضوع معين بذهنهم، إذا في أي سؤال. طبعا أنا على التعليقات ما راح أجاوب، بس راح أقرأهم كاملين، لكن راح أجاوب من خلال أي تعليق بوجد فيه إنه في موضوع معين لازم ينحكى فيه، ساعتها بذكر هذا جواب الموضوع نفسه. ما يعني مش راح أحط مثلا كل كومنت أجي أقعد أجاوبه، كل واحد قال لي سب علي أقعد أجاوب، لا. وبتمنى من الجميع إنه لا حدا يسب ولا راح يغلط، لأنه ما راح أنا أتعرض لأي شخص نهائيا، لا باسم ولا بوصف ولا بذكر شخصية نهائيا. راح أحكي مواضيع عامة حصلت معي، مواضيع حصلت مع أصدقائي، مع معارفي، مع أقاربي، قصص معينة سمعتها، تمام، راح أحكي فيها من خلالها. أكيد إنه الجمود اللي هلأ أنتم شايفينه، المحاضرة هلأ البسيطة اللي عم بعطيها هذه بدون أي مزح ولا ضحك، لا راح يكون لاحقا فيها كلها مزح وضحك. وانا بطبعي لما بسترسل في الحكي وبتجيني القريحه، مش هيك بقولوا القريحه، لما بتجيني القريحه اكيد راح ادخل في تفاصيل اكثر. راح احاول قدر الامكان اضغط نفسي ما اطول الفيديو عشان ما اخليكم تملوا، بس بتمنى من الجميع انه يتشارك معي. هدفي من الفيديوهات مش مكسب مادي ابدا، ما بعرف حتى الطريقه كيف انه انا بدي اقول والله لليوتيوب يلا والله انا صار عندي مليون مشاركة ومليون مش عارف أعطوني، ما بفهمهاش هذه الطريقة وما بتهمني. الحمد لله الله منعم متفضل، عايش بمال حلال بشتغل فيه بتعبي بجهدي بعرقي، مش بحاجة لهذا الحكي، هي بس مجرد تفريغ طاقات موجودة بحاجة إني أحكي. وبنفس الوقت إنه شيء نتشارك فيه في مجتمعاتنا وشيء حلو. فلا تنسوا اللي تعملوا لي اللايك فيرست، وبعدين سبسكرايب، وبعدين جرس التنبيه، والمشاركة ما راح أطلبها منكم، أنتم أحرار إذا بتحبوا تشاركوا على اللهم صل على النبي، تشاركوا على صفحاتكم الرسمية أو لا زي ما بدكم. شاكر جدا لكم. هلا حاليا هذه البداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه لقدام شوية بيوم يومين كل يوم يومين بنزل لي فيديو جديد، أنه الأمور تمشي بطريقة سلسة أكثر، وبكون في صار عندي بداية لمواضيع أخرى. أتمنى لكم يوم سعيد ونهار سعيد مساء سعيد، كل واحد حسب ما بشوف الفيديو تبعي. في ناس بتشوفه الصبح، في ناس بتشوفه الظهر، في ناس بعد الظهر، في ناس بالليل، حسب خياراتكم. وشكرا كثير لكم، ويسعد مساءكم ويسعد صباحكم ويسعد جميع أوقاتكم.